KDL شركة رابطة الكويت والخليج للنقل. نحن نتحمل مسؤولية كافة أعمال التخليص والنقل في ميناء الشويخ بالكويت، وقد تمكنا في سنوات قليلة من تطوير الميناء بحيث أصبح واحدا من أهم الموانئ في المنطقة كلها. لقد تحقق هذا التوسع الضخم نتيجة للجهود الهادفة التي بذلناها، وهذا يضمن لنا فعالية كبيرة في كل جزء من أجزاء العمل. يوجد بالشركة حوالي 3500 موظف، وهي أكبر شركات الكويت على الإطلاق. إننا ننقل ما يزيد على 7 ملايين طن من البضائع سنويا. افتتح ميناء الشويخ سنة 1959 ميلادية، وبعد التوسعات العديدة أصبح على هذه الصورة. أصبح يحتوي على 30 مرسى، منها 18 مرسى عميق بطول 212 مترا، ومعظم هذه المراسي مجهزة بالمياه العذبة والوقود. لقد ازدادت كمية ما يفرغ من البضائع بنسبة 100% خلال السنوات الخمس الماضية، فنحن نقوم الآن بخدمة حوالي 2500 سفينة سنويا. يقع المكتب الرئيسي وسط مدينة الكويت، ويتم الإشراف على كافة أعمال التخليص والنقل من مكتبنا الواقع في منطقة الميناء. من الضروري في مثل هذه العمليات أن تتوفر إمكانية الاتصالات المستمرة بين رابطات النقل. هذه محطة من المحطات الأربع للاتصالات اللاسلكية. يبلغ عدد سياراتنا الصغيرة المخصصة للمدراء والمشرفين 105، كلها مزودة بأجهزة اتصال لاسلكي، كما يحمل كل فورمان جهاز ووكي توكي. كل محطات الاتصالات هذه تسهل حركتنا في العمل. في الساعة 6 صباحا ينقل معظم الموظفين إلى أماكن عديدة للعمل في الميناء، ويتم ذلك بواسطة باصاتنا المريحة التي يبلغ عددها 40 باصا. في الساعة نفسها تبدأ مركباتنا في الاستعداد للعمل بشكل منظم. هذا عدد من الرافعات الشوكية المختلفة في الطريق للعمل في الميناء. لدينا أكثر من 300 رافعة وشاحنة بحمولات مختلفة تصل طاقتها إلى 42 طنا. غالبا ما يتعلق الأمر بتفريغ أنواع مختلفة من المواد الغذائية، ويظهر هنا تفريغ السكر القادم من فرنسا. أربعة آلاف طن من السكر ومواد غذائية تم تفريغها من الباخرة خلال يومين. هذه الناقلات ذات الحوامل المتباعدة والتي تسمى كانجارو قد صممت خصيصا لنقل الحاويات، إلا أنها ممتازة أيضا في نقل البضائع الأخرى. تنقل البضائع إلى داخل المخازن إما باليد وإما بالآليات. تبلغ مساحة المخازن الإجمالية 158 ألف متر مربع. فرغت هنا الأخشاب القادمة من أمريكا الجنوبية، حيث يتم نقلها بعد ذلك إلى النقطة الأخيرة بمركباتنا. وفي نفس الوقت
تنزل هذه الروافع صناديق خشبية جاءت من فنلندا. هذه المواد الخشبية سوف تستعمل قريبا في أعمال البناء في الكويت. هذا الورق قادم من السويد لطباعة الجرائد في الكويت. لدينا حاضنة خاصة لنقل بكرات الورق الملفوف. كل أنواع المواد الغذائية المبردة والمجمدة التي تصل إلى الكويت يتم تفريغها في ميناء الشويل. هذه العربات ذات الروافع الشوكية يتم بواسطتها تحميل وتفريغ البضائع بسرعة من وإلى الحاويات وصناديق المقطورات. وهذا النوع من العربات يوجد فقط في ميناء الشويخ. يوجد لدينا 35 مقطورة مخصصة لنقل المواد المبردة. إننا نقوم بتفريغ ونقل 90% من المواد الغذائية المجمدة التي تصل إلى زبائننا في الكويت. لدينا 34 آلة رافعة متحركة بمختلف الحمولات من 15 طنا إلى 300 طن. هنا نقوم بتنزيل باصات مصنوعة في الهند. سوف تستعمل هذه الباصات قريبا في المدارس. لما كان العديد من آلياتنا يعمل غالبا في مناطق بعيدة عن الميناء، فقد جهزنا أنفسنا بورشة متنقلة كاملة التجهيز تكون في الخدمة ليلا ونهارا. وبالطبع فإن هذه الورشة تستخدم أيضا في منطقة الميناء عندما يتطلب الأمر عمل صيانة فورية. لدينا ناقلات للديزل للتعبئة السريعة تذهب للآليات المختلفة في أماكن عملها أينما كانت. يقع الكراج الرئيسي في منطقة الدوحة التي تبعد حوالي نصف ساعة بالسيارة من الميناء. ولما كانت مركباتنا تتعرض للحمولات الضخمة دائما، فقد توفر لدى عمالنا الميكانيكيين كل ما يلزم من المعدات الفنية، بحيث أننا نعتمد على أنفسنا تماما في كل ما يتصل بأعمال الصيانة والإصلاح، حتى أننا نقوم بصناعة قطع الغيار. ونقوم أيضا بتغليف الإطارات. لا بد من التأكد من سلامة كل شيء قبل اعتماده. هذه إحدى حاملات السيارات التي تم صبغها بلون الشركة الخاص. طبعا يوجد لدينا كراج للخدمة داخل الميناء. هنا نقدم الخدمات الدورية لسياراتنا. وباستطاعتنا في قليل من الوقت أن نقوم بتصليحات معقدة في كراج الميناء. بهذه الطريقة نجعل مركباتنا تعمل جيدا. بواخر رورو تتردد كثيرا على ميناء الشويخ. هذه الباخرة النرويجية تحمل حاويات وجرارات. خبراتنا الواسعة ومعداتنا الحديثة تضمن خدمة سريعة ومتقنة. إن عامل الوقت مهم، ولذلك تدخل سيارتنا فورا إلى الباخرة وتفرغ حمولتها. إن
إننا نقوم باختيار سائقين مهرة لقيادة السيارات. هذه السيارات الجديدة سترسل إلى الوكلاء في الكويت. وفي هذا المرسى نقوم بعملية تفريغ بضاعة من هونغ كونغ. الحاويات تنزل هنا للترانزيت، وسيتم نقلها قريبا إلى إحدى الدول المجاورة. شركتنا KGL تملك 250 مقطورة تتراوح حمولتها بين 30 و100 طن. يوجد لهذا النوع من العمل 55 قاطرة رئيسية خاصة ماركة رورو و 150 مقطورة ماركة مافي، غالبا ما تجر بواسطة عرباتنا الرورو الخاصة. العديد من مركباتنا تعمل في محطة الحاويات. توسعت هذه المحطة في الآونة الأخيرة وأصبحت مساحتها 280 ألف متر مربع. يزداد عدد الحاويات من عام لآخر في ميناء الشويخ، وخلال السنوات الخمس الماضية ازدادت بنسبة 250%. وهذا يعني وجود 230 ألف حركة للحاويات سنويا. معدات حمل الحاويات تتضمن عدة أنواع من السيارات. هنا نقوم بخدمة نحو 60 خطا للحاويات من جميع أنحاء العالم. هذه الناقلات ذات الحوامل المتباعدة والتي تسمى كانجارو مصممة خصيصا للحاويات. يوجد لدينا نوعان، الأول سعة 20 قدما والآخر سعة 40 قدما. إنها مصممة خصيصا لميناء الشويخ. لدينا 18 ناقلة من هذا النوع المسمى بالكنغارو. إننا نقوم بشراء معدات جديدة دائما لمواكبة التطور في وسائل الشحن. هذه الآلية للتحميل الجانبي والتي نملك 3 آليات منها مهمة وعملية جدا. إن باستطاعتها أن تنقل الحاويات في أقل وقت ممكن وبأقل تكلفة للزبائن. العمل يجري بسهولة وسرعة بفضل تنظيمنا الدقيق. كما نقوم بعمل العديد من متطلبات النقل في الداخل والخارج، ونقوم أيضا بالنقل إلى مصادر الطاقة. هنا نقوم بخدمة محطات الطاقة في جنوب الكويت. عن طريق هذه الرافعة التي نشاهدها أمامنا، ثم عن طريق الناقلة التي تتحمل 140 طنا، سيتم نقل هذا المحول إلى إحدى محطات الطاقة. توسعت الكويت في مصادرها للطاقة خلال السنوات الماضية، وهذه المحطة لا تزال في مرحلة البناء. يحتاج نقل معدات كهذه إلى دقة وخبرة طويلة في مجال النقل.
لقد تم نقل هذه المعدات لحساب الشركة اليابانية الصانعة. عربات السكة الحديدية هذه قادمة من يوغوسلافيا لنقلها إلى العراق. عدد هذه العربات 400 عربة. الحاملة التي تستعمل هنا هي من حمولة 250 طنا. هذا هو عملنا اليومي، فنحن نعرف ماذا نعمل وبسرعة وإتقان. هذه العربات تزن 70 طنا للواحدة، وطولها يصل إلى 27 مترا وارتفاعها 4 أمتار. هذه العربة ذات ماكينة بقوة 400 حصان. لقد صممت هذه المقطورة بمعرفتنا. بإمكان هذه المقطورة أن تحمل عربات يصل طولها إلى 26 مترا. تنقاد عجلات المقطورة الموجودة بين المحاور لحركة العجلات الأمامية، مما يجعل الآلية سهلة القيادة. من المهمات الصعبة التي طلب منا أن نقوم بها نقل السفينة القديمة المهلب. لقد كان واضحا منذ البداية أن استعمال الروافع الكبيرة أمر مستحيل. لم يكن أمامنا سوى استخدام الروافع الصغيرة لرفع السفينة عن اليابسة ووضعها فوق منصات النقل، لأن السفينة كانت قديمة، ثم إن عملية نقلها كانت بمثابة مخاطرة كبيرة. بعد استعدادات مكثفة كنا مستعدين لأداء المهمة. وضعت السفينة القديمة فوق القاطرة استعدادا للقيام برحلتها الأخيرة. حملت هذه السفينة من الشاطئ الذي صنعت قربه في الماضي. لقد قامت هذه السفينة القديمة المهلب فيما مضى بالعديد من الرحلات الشاقة إلى الهند وأفريقيا. إن سفينة المهلب هي آخر سفينة صنعت في الكويت من ذلك النوع، ولها أهمية تاريخية كبيرة. لقد قام رجال المرور بالمساعدة اللازمة لإيصال هذه السفينة أثناء ازدحام المرور. هذه العجلات الكثيرة ساعدت المحاور على تحمل هذا الحمل الثقيل، فوزن هذه السفينة 80 طنا وطولها 33 مترا. في طريقنا إلى المدينة مررنا على المكتب الرئيسي، وبفضل مهارة المشرفين وبفضل التنفيذ الدقيق تم كل شيء على أحسن ما يرام وبكل نجاح. ولقد استغرقت العملية بكاملها 7 أيام فقط. وضعت السفينة أمام المتحف الوطني في هذا الموقع كذكرى عزيزة للأيام الماضية. تحرص شركتنا على الكمال في معدات النقل والشحن. اسألوا عن KGL، شركة رابطة الكويت والخليج للنقل، فنحن نملك المعدات الحديثة والطاقة البشرية من ذوي الكفاءة العالية، وكذلك نملك الخبرة الطويلة في مجال النقل.